خاوينا الشهامة والرجولة والكرم للقريب وللغريب، نمد ايدينا وننتخي. من عشيرة الشطناوي وجمع غفير من عشائر حوار الكرام إلى ديوان عشيرة آل سمور وآل حداد في بلدة حوار لإتمام مراسم الصلح العشائري بينها وبين عشيرة العبيدات، وذلك إثر حادث السير المؤسف الذي أدى إلى وفاة المرحوم علي محمد علي الأحمد من قبل السائق عمار موفق أحمد عبيدات. وقد استقبلت الجاهة بالحفاوة والتكريم من قبل آل سمور وآل حداد وأنسبائهم وأقربائهم. وبعد التداول فقد تكرم آل سمور وآل حداد وعلى لسان الوجيه الفاضل يوسف محمد سمور بإسقاط جميع حقوقهم العشائرية والمدنية عن السائق المذكور إكراما لله تعالى ومن ثمن رسوله الكريم وجلالة الملك المعظم والجاه الكريمة، مع الاحتفاظ بحقوقهم بالمطالبة من شركة التأمين المسؤولة. ولا يسع الجاه الكريمة إلا أن تتقدم بوافر الشكر وعظيم الامتنان على الحفاوة التكريمية من آل سمور وآل حداد التي هي من شيمهم الكريمة، والله ولي التوفيق. السلام. قد قال تعالى: فأصلحوا بين أخويكم، الصلح خير وخير الأعمال إلى الله تعالى هو الصلح. ونحن والجاهة مستعدين على أن نتقبل شروطكم التي ترغبون بها من أجل إتمام هذا الصلح. وأنتم آل سمور وآل حداد لمعروفون لدينا أنسبائنا وأصهارنا، عليكم بالمكارم، فأنتم أهل تلك المكارم من سابق أوانه أو حتى هذا التاريخ. أيها الأخوة، أجاءت هذه الجاهة لتتمم مراسم الصلح، ونحن نستمع منكم الإجابة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على الهادي سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الحضور، أيتها الجاهة الكريمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب ونقول لكم: نزلتم أهلا وطئتم سهلا. يسعدنا في هذا اليوم المبارك أن تكونوا بيننا من أجل عمل كله خير وإصلاح. وإنه لمن عظيم النعمة والامتنان على أمتنا، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن أكرمنا الله عز وجل بهذا الدين الحنيف الذي دعانا إلى مكارم الأخلاق ودعانا إلى العفو والصلح والتسامح، لقوله تعالى: ومن عفا وأصلح فأجره على الله. صدق الله العظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم مخاطبا أبا هريرة: ألا أدلك على أفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك. أيها الإخوة الحضور، أيتها الجاهة الكريمة، مرة أخرى أهلا بكم في بيتكم وبين ذويكم. قلوبنا قرت بلقائكم رغم جلل المصاب، وسرورنا بكم عظيم رغم الألم الذي كسر قلوبنا وقسوة الفرقة التي فرقت بيننا وبين المرحوم. ولنضع هذه النيران، فإننا نصدقكم أننا نغضب من تلك اليد الطائشة، فيكاد الحقد يلج أبواب قلوبنا لولا نداء الله فينا. ونداء الله أحق أن يؤاب إليه. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. وأن تعفوا وتصفحوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. فباسمي واسم جميع أقاربي من آل سمور وحداد نشهدك يا الله أننا قد عفونا لأنك تحب العفو، وصفحنا لأنك تريد الصفحة، وغفرنا لأنك أنت أهل المغفرة والرحمة. أيتها الجاهة الكريمة، أيتها الوجوه الخيرة،
إذا كانت غراس سعادتنا قد اقتلعت بالمصاب، فقوموا ازرعوها واسقوها بماء صفحنا وعفونا، واعقدوا الراية راية العفو عند المقدرة. أدامكم الله وجوه خير وسعاة بر وأيادي وفاق، وجنبكم الله ما أصابنا، إنه سميع مجيب الدعاء. وأنتم أيها الجاهة الكريمة من عشيرة الشطناوي الكرام ومن معهم، ممثلة بالفاضلين رجلي الإصلاح عطوفة أبو مالك غازي الشطناوي وأبو عمار يوسف رضوان الشطناوي، أبشركما بقوله تعالى: لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، صدق الله العظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم مخاطبا أبا الدرداء: ألا أخبرك بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة؟ ويقصد النافلة. قال أبو الدرداء: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. ويقول أنس رضي الله عنه: من أصلح بين اثنين أعطاه الله بكل كلمة أتق رقبة. وشوف كديش بتصغر يا أبو مالك. ويقول الأوزاعي رحمه الله: ما خطوة أحب إلى الله عز وجل من خطوة فيها إصلاح ذات البين. فنقول لكم: هنيئا لكم بهذه الروح الطيبة وهذه البشارات، وجزاكم الله خيرا على ما تجشمتم به من عناء الذهاب والإياب حتى أتم الله الصلح على أيديكم. أبقاكم الله دعاة خير وإصلاح، واشربوا قهوتكم قهوة الإصلاح، ولا مانع من إحضار أبناء عشيرة العبيدات ليتم الصلح وتصفى القلوب، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك.